تعالوا مع حضراتكم نشوف بقى نتائج الجولة يمكن الستة من التصفيات الأفريقية. من خلالها كمان نعرف يعني زي ما احنا قلنا في ست فرق وصلوا اوريدي للمرحلة النهائية، لكن جمهورية الكونغو والفوز 2-0 على بنين، مدغشقر 1-1 مع تنزانيا، زيمبابوي تعادل 1-1 مع أثيوبيا، مالي بتفوز 1-0 على أوغندا، السنغال بتفوز على الكونغو 2-0، وغانا أمام جنوب أفريقيا والفوز بضرب الجزاء 1-0. جمهورية الكونغو طبعا زي ما اتكلمنا يعني ماتش كمان فيه عملت قل وقال كتير، كمان عملت كومباك كويس قوي يعني خلال الجولات اللي فاتت كان جمهورية الكونغو بعيد، كان محتاجة 6 نقط قدام بنين وتنزانيا وخدتهم كلهم بالظبط. بقية النتائج أمامنا، ناميبيا والهزيمة أمام توجو 1-0، كينيا تفوز على رواندا 2-1، النيجر 7-2 على جيبوتي، وغينيا بيساو التعادل أمام المنتخب السوداني. يعني على مستوى النتائج أعتقد اللي كانت مفاجأة الكامباك اللي عمله طبعا فريق الكونغو والعودة في خلال الجولتين اللي فاتوا ب6 نقاط والتأهل رسميا لمرحلة الإقصاء، وده اللي كمان بيقول في وجهة نظرك إن حتى المستوى الثاني لا هيكون في فرق على مستوى عالي جدا، وبيكون عندها دايما المستوى الثاني بيبص يعني ان هو يكون عنده اقل ضغوط شويه من الفرق اللي في التصنيف الاول، وبالتالي زي ما انت بتقول ان وارد جدا ان احنا نلاعب فرقه حتى على مستوى التصنيف في الثاني لكن فرق قويه يعني. بالظبط، وفي مفاجاه كمان كبيره كانت هزيمه تونس من غينيا الاستوائيه 1-0 طبعا في الامطار الاخيره، كان ممكن تونس يكفيها التعادل عشان تتاهل، ولكن تونس عقدت الموضوع بنفسها. زي ما حضرتك قلت حتى الكونغو مثلا ادي منتخب ممكن الكل يتمنى لقائه على الورق، ولكن التفاصيل بتقول لك ان هو منتخب يمتلك الكثير من المحترفين، يمتلك تطور في الكوره بقاله فتره، يمتلك مدرب بحجم هيكتور كوبر صحيح. عنده خبرات كتيره، قدر زي ما حضرتك بتقول ان هو يحقق المطلوب في ماتشين بس، ياخد العلامه الكامله ب6 نقاط ويجي من بعيد في المجموعه بتاعته. فاعتقد انه لا يعني بشكل عام التصفيات ما فيش حاجه سهله وما فيش حاجه مضمونه، ولكن زي ما قلت لحضرتك كبير لازم اللعيبه تعرف ان هي مستعده لمواجهه اي خصم، ولكن احنا كجماهير بنفضل السيناريوهات الاقل تعقيدا، مش شرط تكون الاسهل بس الاقل تشابك يعني صحيح. مش شرط ندخل في شيء صعب جدا على الجيل ده بالتحديد من اللاعبين علشان نقول ان الكره المصريه كده بخير، لا الكره المصريه في خطوات ممكن ناخدها تخليها بخير ونوصل للمستوى اللي احنا عايزينه نفسيا وفنيا وذهنيا، احسن من ان احنا يعني نطمس الفرق الفني الواضح اللي بيننا وبين المنتخبات الكبيره. اتفق معاك يا احمد، وطبعا حتى على مستوى منتخب الجزائر منتخب كبير لكن لغايه دلوقتي لم يحسم الامور، لسه بكره عنده مباراه، وبالتالي زي ما بنقول كره القدم فيها كل شيء وارد، ودليل على كده هنيجي كمان للتصفيات الاوروبيه، منتخب البرتغال الكبير بنجومه الكبار لم يتاهل حتى الان ودخل في البلاي اوف، عندنا حاجات كتيره جدا نتكلم لسه على البطوله او تصفيات افريقيا المؤهله لكاس العالم، ولسه عندنا تصفيات اوروبا، خليكم معانا بعد الفاصل ومعانا الناقد الكبير احمد مجد.